60 وفاة وإنقاذ 688 شخصا من قبل مصالح الحماية المدنية هي حصيلة ضحايا الاختناق بالغاز خلال شهرين ونصف من السنة الحالية. ضحايا القتيل الصامت وحسب مصالح الحماية المدنية شهد منحنى تصاعديا خطير بعد هلاك 8 أشخاص خلال شهر أكتوبر وتسجيل 34 حالة اختناق خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر. أما الحصيلة الأكبر فقد تم تسجيلها بوهران بثمان ضحايا إضافة إلى الصيف وقسنطينة بسبع وفيات. إحصائيات الحماية المدنية كشفت أنه مقارنة بالسنة الماضية فقد شهد عدد ضحايا القاتل الصامت تصاعدا مخيفا بعد تسجيل 100 وفاة السنة الماضية، لكن وخلال شهرين ونصف فقط من السنة الحالية فقد سجل اختناق 62 حالة. أما عن الأسباب المتكررة لهذه الحوادث المميتة، كشفت مصالح الحماية المدنية أن أهمها انعدام التهوية في المنازل والتهاون في صيانة أجهزة التدفئة. وتقليلا لمثل هذه الحوادث المميتة أطلقت الحماية المدنية حملة تحسيسية في 8 نوفمبر والتي تستمر إلى غاية شهر مارس من السنة المقبلة.